Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Biologie TV. Donc, à la fin de la vidéo, on va voir notre module technique chimie pour biologie. Cette vidéo, on va voir l'interprétation des figures. L'exercice qui est fait par les étudiants, mais qui est fait par les étudiants, qui est fait par les étudiants, qui est fait par les étudiants, qui est fait par les chromatographies, par les chromatogrammes, par التكنيك يعني بصفة عامة ولكن كيغلطوا في هاد الانتربريتاسيون دونك ان شاء الله هو هذا التمرين يعني اللي غادي نخدمه يعني واحد سيري قديمة مي مهم يعني عادة كيتحط بحال هكا هذا واحد ليكزارسيس يعني جينيرالمون كاع لي تيب لي انتربريتاسيون يعني ديال لي كروماتوغرافي يعني فاس كازوز و اش بي ال سي جو بونس مكاينش كذلك غادي نشوف واحد الانتربريتاسيون ديال واحد الفيغور واحدة اخرى مي مهم نبداو بهاد الشيء قالك اسيدي بور دي فالور كونستانت دو ان ايت ايكال 6000 كنتمنى بعد هذاك الشيء يكون باين لكم دونك ان ايتيغال 6000 نحاول ندوز هذه شويه ان ايتيغال 6000 فاكتور دو ريتونسيون ايتيغال 3 اي دي فالور فاريابل دو الفا ايتيغال 1,25 15,05 كالكولي لي ريزولوسيون اوبتوني مونتري لانفلونس دو الفا سور لا ريزولوسيون دونك حنا عندنا نومبر دو بلاتو تيوريك كونستون فاكتور دو ريتونسيون اي كونستون ايتيغال 3 ولا يعني شنو اللي كيتبدل كتبدل لك الفا دونك حنا غنكالكوليو الريزوليسيون بالنسبه للالفا اي تيغال 1,25 الفا اي تيغال 1,15 اي الفا اي تيغال 1,05 دونك حنا عارفين بلي لا ريزوليسيون اي تيغال ا 1 كار لا راسين دو ان الفا موينز 1 سور الفا ك بريم هنا راه فوا ماشي بلس ك بريم 1 plus k prime. C'est-à-dire la relation de la résolution. Donc, on va dire ce qu'on fait. Pour alpha est égal à 1,25. Donc, alpha est égal à 1,25. Donc, résolution est égale à 1 sur 4. La racine de 16000 fois. دونك هادي غتعوضها نيشان دونك سي الفا شنو هي بالنسبه لكنا 1,25 موان 1 سو 1,25 فوا ك بريم اللي هي 3 سو 1 بلس 3 دونك غادي نحسبها هادي هي الغايه يعني كتطبق يعني الغولاسيون ديالك مباشره غنحسبها يعني دغيا دغيا دونك كما كتلاحظوا انا حسبتهم بالنسبه كاع اللي السميت و لي زالفا دونك عندنا بور الفا تيغال 1,25 و 1,15 دونك خرجت النتيجه نيشان يعني نفس لا ميثود كتطبق نفس العلاقه الاولى دونك كتلاحظ بلي هنايا في الفا تيغال 1,25 عندنا 4,7 في 1,15 عندنا 3,09 في 1,05 1,12 دونك غير من هاد الشوفه غادي تلاحظ بلي انه الا الفا نقصات هبطنا من 1,25 1,15 1,05 شنو كيوقع لنا لا ريزوليسيون كتحسن المهم لا ريزوليسيون كتهبط لا ريزوليسيون كتنقص حنا خصنا شنو حنا يعني هذه اضيفها الى معلوماتك لا ريزوليسيون خصها ضروري تكون سوبيريور او ايغال ا 1,5 يعني تقريبا ماشي ايغال ضروري مي يعني تكون كبير على 1,5 الخارج التالي ديال لا ريزوليسيون خصو يكون كبير على 1.5 ولا يعني ما بعيدش بزاف هادشي باش يعطيك يعني دي بيك تقريبا يعني كيف يهبط الاول واحد شويه ويعاود يطلع الثاني يكون عندنا دو بيك بيان سيباري و لو طون داناليز يكون قصير يعني ماشي يعطيك واحد هكا وبعيد وعاد ثاني هادي اون موفيز ريزوليسيون كتسن اوكي دونك رجعوا للتمرين ديالنا قال لك قلت لك عاد كنلاحظوا هنايا باللي الفا كتنقص لا ريزوليسيون هي كتنقص يعني كتحسن دونك غادي دير له كيفاش تمونتري لانفلونس غادي دير له لا ريزوليسيون بالنسبه للالفا ايت ايغال 1,25 سور لا ريزوليسيون ديال الفا ايت ايغال 1,15 دونك لو باساج من الفا ديال 1,25 ل 1,15 غادي نحسبوها دونك يا اما كتحسبها له يعني نيشان كتطبق له 4.7
على 3.09 او الا بغيتي يعني دير فيها فيلسوف كدير له هاد اللعبه كامله 1.4 1 سور 4 راسين دو ان فوا 1.25 موانز 1 سور 1.25 فوا ك بريم سور 1 بلس ك بريم على ك راسين دو ان فوا 1.15 موانز 1 sur 1,15 fois k prime 1 plus k prime. Alors je m'exprime sur le prime de k prime ou le prime de a n, qui sont des constantes. Quelles que soient les valeurs, qui me suis tout mal. Des valeurs constantes. Donc il est génial de faire cette hadi, ma hadi, ou hadi, ma hadi, ou hadi, ma hadi. Donc on va pas le faire. Hadi, le résultat, hadi, la vérité, c'est ça. Donc il est génial de faire quoi? Le prime, on va le calculer. Donc comme vous pouvez le voir, on a sorti 1,52. Là, le cœur bleu. خصك تركز معايا. دونك حنايا درنا هنايا لا ريزوليسيون الكبيره على لا ريزوليسيون الصغيره ياك 4.7 على 3.9. غادي تقول له سيدي سي اون اوغمونت الفا، يعني تكتب له نيشان سي اون اوغمونت الفا، عندك دير له سي اون ديمينو. الا بغيتي دير اون سي اون ديمينو ديك الساعه خصك دير لا ريزوليسيون الصغيره، غادي دير له لا ريزوليسيون الصغيره على ريزوليسيون كبيره، غتقلبهم. دونك هنايا انا درت الكبيره على الصغيره. دونك سي اون اوغمونت لا ريزوليسيون، يعني باسينا من 1.15 ل 1.25 اوغمونتينا الفا، بغيتي تقلبها غادي يخرج لك هذا العدد هنا، يخرج لك واحد اخر. دونك انا خدمت له هكا. دونك غادي نقول سي اون اوغمونت الفا لا ريزوليسيون سو ملتيبلي دان فاكتور دو 1,52. À 1,15, donc est égal à 1,12, alors 3,09 est égal. Donc on va se voir 1,12 divisé par 3,09. Donc, qu'est-ce que j'ai 0,36. Donc, on a dit l'axe, on a dit donc, on a dit l'axe, on a dit l'axe, on a dit l'axe. هنا تقول له سي الفا ديمينو لا ريزوليسيون سو ملتيبلي، تا هي واخا تقول له سو ملتيبلي بحال سو ديفيز، سو ملتيبلي حيت غادي دير فوا زيرو فيغول سو ملتيبلي دان فاكتور دو زيرو فيغول 36. يعني باش نباسيهم لا ريزوليسيون الاولى للثانيه، ماشي الثانيه الاولى، يعني من الصغير من الكبيره للصغيره. دونك اون ملتيبلي دان فاكتور ديال 0.36 حيت الفا هبطناه، الفا نقصناه، باسينا من 1.15 ل 1.05. دونك هذا يعني السؤال الاول. دونك بالنسبه للثاني قالك عاوتاني كالكولي لانفلونس دو كابريم sur R, le temps de rétention lorsque K' passe de 2 à 5, puis de 5 à 10. Donc, à se calculer la résolution ou le temps de rétention. Ou à K', ça y est, on. Donc, il y a un déroulé, il y a un déroulé, il y a un mathématiquement. Donc, il y a le passage de K', il y a un juge. الكابريم كتساوي لنا 5. اوكي، دونك كي غدير لها غادي تحسب لا ريزوليسيون في كابريم. دونك نديرو لها ريزوليسيون في كابريم ايت ايكال ا 5 سور لا ريزوليسيون مع كابريم ايت ايكال ا 2. اوكي، دونك غنحسبوها، نديرو المقام ديالنا عاوتاني نفس لا غولاسيون ديالنا، يعني ان كار لا غاسين دو ان alpha moins 1 sur alpha
Non, 5 sur 1 plus 5, il y a 6. 1 sur 4, la racine de n. Alpha moins 1 sur alpha. 2, et 2 sur 3. Voilà, c'est bien. Il y a des constantes. Donc, il y a des choses qui sont là. Qu'est-ce que c'est? Donc, il y a. Donc, je vais dire 1,25. Donc, je vais dire que je vais oublier que la résolution de K' est égale à 5. Qu'est-ce que c'est? 1,25. La résolution de K' est égale à 2. C'est ce que je vais dire. هذه جبناها لهنا بكل بساطة. دونك يعني ان هذه باش منين باسينا من ان كابريم صغير لان كابريم كبير لا ريزولوشن شنو وقع لها صغارت. دونك دابا باش تحسب لو طون دو ريتونسيون تعرف بلي كابريم ايت ايغال ا طون دو ريتونسيون ريدوي سور لو طون مور ايت ايغال ايت ايغال او طون دو ريتونسيون موا لو طون مور sur le temps mort. Donc min hadik ghadi tkharjha. Donc ghadi dir le temps de rétention est égal à k prime temps mort. Donc ghadi tlanaha plus le temps mort est égal au temps mort k prime plus 1. Yani bayna chnou drna yani جبنا لو طون مور جبناها لكا بخيم بقات لنا طون دو ريتونسيون موا لو طون مور. طون مور جبناها لهنا كنسموها ولات بلوس سالي فاكتوريزينا يعني فاكتوريزي بلو طون مور عطاتنا هاد النتيجة يعني. دونك غادي تخدم دونك ديك الساعة لو طون داناليز في كا بخيم ايت ايكال ا 5. الو لو طون دو ريتونسيون في كا بخيم ايت ايكال ا 5 هو لو طون مور سور 1 plus 9 caprime est égal à 5. Alors le temps mort obtenu dit 1 plus 2. Et le temps d'analyse dit caprime est égal à 2. Ok. Qui belle comme ça. Donc est égal. هذا لو طون مور في اون سول كروماتوغرافي في نفس لا كروماتوغرافي كيكون عندنا لو ميم طون مور ما يكونش عندك طون مور رقم واحد طون مور رقم جوج حيت لو طون مور هو لو طون دو باساج دان كومبوزي نون روتوني هذه ما كنتيش عارفه لو طون مور هو لو طون دو باساج دان كومبوزي نون روتوني يعني شي حاجه ما محتاجينهاش بقات لاصقه لنا في لا كولون يا اما مثلا دي بولدير يا اما الغبره يا اما ما نعرف شي حاجه شاطنا مثلا كروماتوغرافي اللي داس بوسيبل ما نعرف مي مهم ان كومبوزي اللي حنا ما محتاجينوش هو لو باساج دان لو طون بور كان كومبوزي نون روتوني باس ا ترافير لا كولون وكيعطينا ان كروماتوغرام كيتسمى ديال ام ولا تي زيرو ولا اللي كيكون عنده تي ام. المهم دونك لو طون مور كيكون عندنا نفسه دونك دابا كتحسب له هادي 5 6 على 3 سي جوج سي جوج. Donc, le temps d'analyse K' est égal à 5, qui c'est une double. Et le temps d'analyse K' est égal à 2. Voilà. Donc, il y a un temps d'analyse K' est égal à 5, il y a une juge de la temps d'analyse K' est égal à 5. La résolution est juge de la marrasse. Ok. Donc, d'abord, nous avons la résolution. Nous avons la résolution. Il y a une passée, nous avons dit que le K' est égal à 5. Le K' est égal à 10. Ok. Donc, les mêmes étapes. Nous avons dit que la résolution est égale à K' est égal à 10. Alors, la résolution, le K' est égal à 5. Donc, nous avons dit que le K' est égal à 5. Smisa 10 sur 11 à la 5 sur 6. Il y a une fois de qui prend constante donc cartes le haut. Ça se prend le cas est égal à donc je vais la trouver. Donc rejette les 1,09. Donc il est là. Il donne ce qu'est une la résolution de K' est égal à 10 est égal à 1,09.
la résolution de K' est égale à 5. Là, on a une erreur. Non, facteur de 1,09. Yani, 1, divisé par 1, c'est 0,09. Donc, je vais vous dire que la résolution ne s'est pas passée. Yani, وخا زدنا الكاب بريم يعني اوغمونتيناها بزاف يعني درنا لو دوبل ديال الكاب بريم من 5 ل 10 لا ريزوليوشن الله تزادت لنا 0.09 هادشي باش زادت لنا يعني وكانت عندنا شهاده 0.09 يعني ريزوليوشن ديال الكاب بريم ايت ايغال 1 فوا لا ريزوليوشن ديال الكاب بريم ايت ايغال 5 مي حنا زدنا 0.09 دونك لا ريزوليوشن يعني ما كاينش اون بون اميوغاسيون لا اون غروند اميوغاسيون من الباساج ديال 5 ل 10 هذا هو يعني الفرق دونك تقدر كذلك ديمونطريها على بلو غراف يعني دونك ماشي ضروري تقدر هي تقولها لك ما تعرف دونك ببساطه شنو غادير لها غادي تقول لها ترسم لها واحد لو غراف دير بحال هكا راك تكون فايت درتو في الكور يعني شفتوه دونك هنا كدير كاب بريم وهنا 1 بلس كاب بريم لا كاب بريم سور 1 بلس كاب بريم اوكي دونك غتحسب لها قالت لك لو باساج جوج خمسة ولا 10 دونك خصك تعرف بلي انا قيمة القصوى المهم هنايا كنعتبروا ان هذه هي القيمة القصوى هي كتكون عادة واحد امبوسيبل يعني تكون الريزوليسيون كابريم كتفوت عمرها ما كتفوت واحد حيت مثلا غير اعتبر بلي ان هذه كتساوي 99 99 على 100 الله كتساوي لك 0.99 يعني قيمه قصوى كاع هي 0.99999 دونك كنديروا القيمه القصوى كدير لها هكا ماكس كنقولوا بلي تقريبا واحد دونك ديك الساعه تحسب لها في الجوج في كابريم ايكالا 2 كتعطيك شحال قلنا في كابريم ايكالا 2 5 على 6 شحال هي 5 على 6 0.83 Là, la caprime est égale à 5, donc 2 sur 3, il est 0.6. Donc, il y a 5, donc il y a 5, donc il y a 6, donc il y a le passage de 6, donc il y a 5, il y a 0.8, il y a 10, il y a 10 sur 11, 0.9, donc 9, il y a 9. Il y a 4, il y a le graphe de l'épreuve. ومورا واخا تفوت هاد 10 كتكملوا لها بلي هكا بلي كي تقريبا كيكون محادي لهاد المستقيم يعني ديال القيمه القصوى ديال كابريم سور 1 بلس كابريم هذه لانتربريتاسيون ولا كتقول لها لانفلونس ديال كابريم اون اوتيليزون يا اما كتقولها بالطريقه ديال الرياضيه ماتيماتيكمون او لا عن طريق يعني هاد كترسم لها بهاد لو غراف هذا دونك احنا سالينا هذا السؤال الثاني قال لك 3 لي فيغور سويفون هذا هو اللي زوين هذا الثمن كيكون زوين لا فيغور سويفون مونتر لا فاريانسيون دو تيرم كابريم سور 1 بلس كابريم اون فونكسيون دو كابريم اوكي ديسكوتي لانفلونس دو كابريم اي كابريم سور 1 بلس كابريم سور لا ريزوليسيون كيل سون لي فالور دو كابريم بيرميتون لا ميور ريزوليسيون دونك ندوزو قال لك لهاد لي فيغور لا فيغور سويفون يعني هادو كاملين اللي هنا اوكي Quelle est l'influence de K', quelles sont les valeurs de K' permettant une meilleure résolution? Quelle est discuter l'influence de K' et K' sur 1 plus K'? Donc, je vais dire, je vais vous les figures. Il a la chaîne, donc, je vais vous donner une belle dire Ok. Donc, on a une même colonne. Colonne DB624. Elle a des longueurs. ديفيرون من لو باساج من لا كولون رقم واحد عندنا 15 متر ولا سنة 30 الميم ديامتر ميم ايبيسور دو فيلم ياك دونك 1 15 اوكي دونك هادي بالنسبة ملاحظة الأولى كنجيو دابا عاوتاني لهنايا لا ريزوليسيون قلنا هادي في 15 متر عطاتنا لو طون داناليز جو بونس هذا طون داناليز هذا لا ريزوليسيون هنايا ريزوليسيون كبرات هنا عاوتاني ريزوليسيون كبرات كثر وهاد لو طون هو كبر الديامتر ايكال 60 دونك هادي غالطين دونك هنا غالطين فوالا دونك هادي راه خصها تكون 60 حيت الا شفتو هنايا لاحظوا معايا كتبين هنا 6 متر
Donc 15 30 سنين دونك اوغمونتينا غير لو سميتو لا لونغور ديال لا كولون من 15 30 ل 60. اوكي دابا دابا متفقين دابا مزيان. دونك هنهضروا على الانفلونس ديال هاد لا لونغور على على يعني سيباراج ديال لي كومبوزي ديالك في ان كروماتوغرام ولا في ان كروماتوغرافي. دونك كيفاش هاد دير لها؟ غادي تحسب له بكل بساطه la résolution une longueur est égale à 30 mètres alors la résolution une longueur est égale à 15 هنا باش درنا الباساج من 15 متر ل 30 متر يعني باش نشوفوا لانفلونس شكون يعني لا ريزولوسيون اللي احسن فين كاينه واش في 30 متر ولا في 15 متر واش الا زدنا لا لونغور لا ريزولوسيون هتتحسن ولا ولا هتنقص كنتمنى تكونوا فهمتوني دونك غادي تحسبها له حنا عندنا قال لك عندنا البلاطو تيوريك ما عندناش دونك غادي تحسبها له ب غادي دير يعني غادي لا ريزولوسيون هي مكتوبه انا عاد شفتها لا ريزولوسيون ايت ايغال ا 0,84 وعندنا ريزولوسيون 1,16 وي دونك عندنا 1,16 sur 0,84. Donc, on va calculer. Donc, comme vous pouvez voir, on va calculer 1,38. Donc, la résolution d'une longueur de 30 mètres est égale à 1,38. La résolution, elle, est égale à 15. Ok. Je vais vous dire ce que je si on augmente la longueur من 15 ل 30 passer une longueur de 15 ل 30 donc شنو وقع la résolution ديروا لها هكا شنو النتيجه la résolution se multiplie انا كندير لها بحال هكا يعني مباشره se multiplie d'un facteur de 1,38 احنا درنا انتربريتاسيون يعني بالنسبه للباساج ديال لونغور من هذه لهذه اوكي عاوتاني نفس الفيلم من 30 ل 60 غدير له لا ريزولوسيون ال ايت ايغالا ايت ايغالا ايت ايغالا 60 سور لا ريزولوسيون ايت ايغالا ال ايت ايغالا 30 ايت ايغالا دونك هنا لا ريزولوسيون الى باينه لكم دونك نكثرها résolution est égale à 1,68 oui donc 1,68 sur 1,16 donc on se voit donc rajoute 1,44 si on augmente la longueur من 30 ل 60 la résolution se multiplie 1,44 ok هذه الانتربريتاسيون الثانيه دونك تقدر دير له حتى لا ريزولوسيون على حسب شنو سولك لا ريزولوسيون من من لا لونغور ايت ايغال ا 60 على لا ريزولوسيون د لا لونغور ايت ايغال ا 15 متر اللي غتخرج دونك 15 84 و 60 سي 1, قلبتهم دونك 60 1,68 ou de 15 il y a 0,84 est égal donc à donc donc si on augmente la longueur de 15 à 60 la résolution se multiplie par 2 donc si on double la longueur la résolution se multiplie d'un facteur proche de la racine de 2 حيت حنا عارفين بلي لا غاسين دو ان ايت ايغال ا ال ان ايغال ا ال سور اش دونك اش كتكون كونستانت دونك ال هي اللي كتلعب الدور ديال هادشي بكل بساطه يعني هذه هي الخدمه ديالها صافي هذه باش كتخدم لها يعني بالنسبه لنا تريبريتي لي فيغور سويفون دونك انا نقص التمرين 3 تمرين نيشان interpréter les figures suivantes هذا ما شفتوش هذا هو اللي خدمناه قلق يعني بحال اللي خدمناه من قبل figure suivante montre les variations de k' المهم
دونك دابا ندوز على ثاني لي فيغور الثانيين. نقلبوا الورقه. عندنا اون كولون دو ميم كولون ميم لونغور. اوكي دونك هنا كنشوفوا عندنا اون ريزوليسيون مختلفه. عندنا ديامتر انترن مختلف, بلاطو تيوريك مختلفين, ايبيسور دو فيلم مختلف. اوكي شنو غادي تقولوا اصلا الا جيتي تشوف شكون هي احسن ريزوليسيون؟ هي هذه, حيت تقريبا عليه توصل لتحت. يعني المهم هذه احسن من هذه, ماشي كنقول لك هي الاحسن, مي هذه احسن من هذه. حيت هذه عليه توصل لتحت وطلع ديك الساعه بي كما هذه, راه يعني كاين يعني اون موفيز ريزوليسيون. دونك بالنسبه لهادو يعني هذه احسن ريزوليسيون كيف ما كتشوف لكم. هذه تقريبا حسن الى جينا خصها شي كبر شي شويه باش نشوفوا واش هذا هبط سال يعني ليني ديبار واش هبط سال هنايا, سينو هاد تكون هذه هي اللي احسن. اوكي دونك غادي نخدموا دابا لهذا الشيء. قلنا عندنا اون ميم لونغور, لونغور ايت ايغال كونستانت, يعني ما غاديش نخدموا عليه. عندنا ريزوليسيون دونك نسميو هادي واحد كولون واحد, هادي كولون واحد, وهادي جوج. دونك هنديرو لا ريزوليسيون, نحسبو حنايا لا ريزوليسيون, نديرو بحال قبيله لا ريزوليسيون ديال الثانيه على لا ريزوليسيون ديال الاولى, يعني ريزوليسيون كولون واحد الكولون جوج. ها تخرج لنا 1.01 هادي على لا ريزوليسيون ديال 0.87 ايت ايغال شحال تخرج لنا؟ واحد فاصله سطاش. دونك 1.16 هي يعني لا ريزوليسيون ديال الثانيه في الكولون الثانيه, كتساوي لنا 1.16 لا ريزوليسيون ديال الكولون واحد. اوكي ما علينا من هذه. دونك غنشوفوا دابا الانفلونس ديال هذا الشيء على كيف ما كتلاحظوا بلي ان عندنا اختلاف هنايا في ديامتر دي فيلم, يعني في ليبيسور وديامتر انتر. ايبيسور دو فيلم هي هذه اللي كتكون اون ميكرون, وهذه ديامتر انتر. اوكي يعني عندنا في الكولون واحد غنكتبوا هذا الشيء, عندنا ان ديامتر انتر ايت ايغال 0.35, و ايبيسور دو فيلم كتكتب لها EF ولا EG بحال بحال ايغال 3.0 ميكرومتر. بالنسبه لا كولون الثانيه ديامتر انترن كيساوي لنا 0.32, و ليبيسور دو فيلم كتساوي لنا 1.1 ميكرومتر. يعني لو باساج من الاولى للثانيه هبطنا من لو ديامتر وهبطنا من ليبيسور دو فيلم. دونك هادشي غادي ترجمو مع هادشي. دونك وتشوف كذلك لي فيغور ديالك, حنا نقزنا من هنا لهنا ولات عندنا اون ريزوليسيون مزيانة اون بلاطو تيوريك مزيان. دونك حنا حتى لي بلاطو تيوريك غنديرو له نفس القضية, غنديرو ان ديال لا كولون دو سيغ ان ديال لا كولون ان, يعني نومبغ دو بلاطو تيوريك ديال التانية على اللولة. يعني هي 107.250 على 58.7 هاديك فاصله جو بونس وي. دونك فاصله 7.700 بحال بحال نحسبوها. دونك كيفما كتلاحظوا خرجت لي 1.82. دابا من هادشي كامل علاش كنقلبوا؟ دونك سي غتقول لها سي اون ديمينو لو ديامتر انترن اي ماشي او اي ليبيسور دو فيلم لا ريزوليسيون شنو وقع لنا؟ يعني مشينا من الاولى هي هادي والثانيه هي هادي, دونك لا ريزوليسيون يعني دونك لا ريزوليسيون, دونك كتقول لا ريزوليسيون اوغمونت بار ان فاكتور دو 1.16 اي ان اوغمونت حتى هي d'un facteur de 1.28. بكل بساطة ولا تقول لها يعني بطريقة غير مباشرة, سي لا ريزوليسيون اوغمونت
N تاع هي اوغمونت اولا تقلبها تقول سي ان اوغمونت لا ريزوليسيون اوغمونت بكل بساطه بالنسبه يعني هذا الشيء قلنا لكم اون ميم لونغور اون ميم لونغور دونك هنا غادي كنهضروا غير على لي بيسور دو فيلم ديامتر انتر هما اللي لعبوا لنا اثرنا على السيباراسيون ولا ريزوليسيون لي بلاطو تيوريك ديال هاد الكروماتوغرافي دونك هادشي كلشي اللي كان في هاد الفيديو يعني كنتمنى بانكم فهمتوا هاد التمرين يعني عاده هو اللي كيتحط الفيديو الجاي غادي نهضروا على واحد الفيغور واحد اخرى كذلك كتقدر تحط ديال ليكواسيون دو فان ديمتر يعني اللي كنهضروا عليه فيها اش اي تيغال ا بلس بي سور او الى بقيت عاقل فوقاش او كاين عندها حتى هي اي اش اي تيغال ا بي sur U, C, U. Fouqash, chnou kat yani had A. Fouqash kat koun. Kifash interpréter wahed la figure yani kat koun dayra bhal haka. Donc A kat koun qasma min hena. Mouhim, ou kat koun andik had wahed l'hyperbole hena ya. Hiya li kat lab lak ala hadchi. Donc, ou kat menna l'video yajbkoum. Il y a vidéo akhar, inshallah.